التأهيل والتدريب هو طريق المستقبل، وأنا أضفت ملاحظة أيضا هو الطريق إلى التميز. فتميز مهندسنا الأردني واللي كان دائما وأبدا، وكما تعلم احنا مهندس الأردني هو اللي ساهم في بناء كثير من المشاريع الضخمة في عند أشقائنا العرب. نتمنى إن شاء الله أن يكون مخرجات هذا الملتقى كما كانت دائما تصب في تأهيل وتدريب وتطوير مهندسنا الأردني الذي نعول عليه كثيرا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي إن شاء الله. نقابة المهندسين الأردنيين منذ فترة طويلة وهي تترأس الهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني، وكان لنا الشرف بوضع النظام التأهيل والاعتماد المهني العربي اللي صادق عليه رؤساء اتحادات الهندسة العربية، وكل دولة عربية راح تشتق نظامها الداخلي من هذا النظام العربي. احنا بالأردن متقدمين في هذا المجال، عندنا مجلس أعلى للتأهيل والاعتماد المهني مشارك فيه كل مؤسسات القطاعين العام والخاص برئاسة النقيب، ونعمل على امتحانات للحصول على الدرجات الهندسية. الآن نحن نتوجه بالتشريعات الجديدة في نقابة المهندسين لوضع امتحان للمهندس لمزاولة ممارسة المهنة للمهندس حديث التخرج، وسنضيف درجة جديدة للتأهيل اسمها المهندس الممارس، لتكون عندنا 4 درجات: مهندس ممارس، مهندس مشارك، مهندس محترف، ومهندس مستشار أو خبير. يعتاد الملتقى مكمل الملتقيات السابقة التي تمت بالشراكة بين اتحاد المهندسين العرب، الهيئة العربية للتأهيل واعتماد المهندسين، ونقابة المهندسين الأردنيين، والتي كانت تهدف للتعريف بالتأهيل واعتماد المهني وأهمية هذا النظام في تميز المهندس الأردني والعربي بشكل عام، وكيف ممكن يفتح له أسواق عمل في على مستوى الإقليمي والمحلي والعالم. سيكون لدينا هناك حوالي 15 ورقة عمل من مختلف الدول العربية، وهذه أوراق العمل ستتعلق في التعليم والمهنة، في تطوير المهنة، في التقييم الأمثل، وفي مواضيع كثيرة تهم القطاع الهندسي وتصب في رفع مستوى العمل الهندسي والتأهيل.